بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة هذا السؤال يتكرر كثيرا من قبل بعض الأحبة الأفاضل، وهو إنسان كان يصلي ويعبد الله ويقرأ القرآن ويقوم الليل، فجأة يتعرض لظلم، يتعرض لقهر، يتعرض لإساءة معاملة من قبل من حوله، يتعرض لظلم من قبل من يعمل لديهم مثلا. ظروف الحياة كثيرة والظلم كثير أيها الأحبة، فيبدأ يتساءل: ماذا فعلت حتى يعاملني الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة؟ أنا أصلي وأصوم وأفعل الخير، فلماذا يعني يعاملني الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل؟ فيبدأ الشيطان بالدخول إلى عقله ويوسوس له فيترك الصلاة، ثم والعياذ بالله قد يصل إلى الإلحاد فيقول: لو أن الله موجود لم يسمح بهذا الظلم لعباده، لم يسمح بهذا بهذه مثلا الحروب التي نراها وهذا التشرد وهذا الوضع. أحبتي في الله، أول شيء، هذه الدنيا دار بلاء وليست دار سعادة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن أنت عندما تتعرض لأذى من الناس هذا ابتلاء من الله لك، هل ستنجح في الاختبار أم ستفشل وتلحد وتنكر نعمة الله، ويصبح مثلك كمثل من يعبد الله على حرف، عندما يصيبه خير يطمئن به، وإذا أصابه شر انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة. يعني أنت هذا الإلحاد، أنا سأناقشك بطريقة علمية، ودعني أناقشك بأسلوب المصلحة، يعني أنت تريد مصلحتك الشخصية. الإلحاد ماذا سيقدم لك إذا تركت الله وسلكت طريق الإلحاد؟ أول شيء ستفقد الأمل من كل شيء، يعني الظلم لن يزول. يعني أنت إذا وقع عليك ظلم وتركت عبادة الله وذهبت إلى غيره لن يزول هذا الظلم. إذا كان رزقك قليل وتركت الله عز وجل وتركت عبادة الله لن يزيد رزقك بالمنطق. يعني الإلحاد سيقدم لك فقدان أمل، أولا سيقدم لك إحباط واكتئاب، وسيقدم لك خوف من الموت، لأن المؤمن أخي الحبيب، المؤمن القضية ليست قضية مادية وليست قضية اجتماعية وليست قضية ظلم أو عدل. الإيمان هو علاج للأمراض النفسية، هو شفاء لما في الصدور. الإيمان يعني أن الإيمان يعطيك قوة وطاقة هائلة لمواجهة الظلم. أنت من دون إيمان ستصبح تخسر الدنيا وتخسر الآخرة. لا، يمكن المؤمن يكسب الدنيا ويكسب الآخرة. لماذا؟ المؤمن لا يخسر الدنيا على فكرة، لأن المؤمن في الدنيا مهما كان وضعه يتعرض لخوف وجوع، والله قال ذلك: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ستتعرض لفقدان ابن في حرب، ستتعرض لفقدان أخ أو قريب أو أب أو أم في حادث، في غرق، في حادث ما، ستتعرض لنقص في هذه الأنفس، ستتعرض لأزمة اقتصادية خانقة، ولكنك تعيش
في النتيجة أنت تعيش، ستتعرض لخوف شديد من هذا الظلم الذي يقع عليك، وبالنتيجة أنت تعيش، لازلت على قيد الحياة. كل هذه العوامل أنبأك الله عنها، ولكن ما هي النتيجة؟ وبشر الصابرين. إذن الله يخضعك لاختبار لينظر كيف تعمل، لينظر نتيجة صبرك إلى أين تذهب. وبشر الصابرين. طيب من هؤلاء الصابرون؟ القرآن يعرفنا عليهم. الله تعالى يقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، على الفور، لا يوجد فاصل زمني، بمجرد أن تشعر بالمصيبة مباشرة ماذا تقول؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يتذكر أنه هو ملك لله، أنت ملك لله، أنت والدنيا كلها والكون كله، وأنك إلى الله سوف ترجع، ستعود في النتيجة إلى الله. أين ستذهب؟ أين ستفر؟ يوم القيامة لا مفر، لا ملجأ من الله إلا إليه. نحن ندعو، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء قبل النوم أيها الأحبة، دعاء رائع جدا لطرد هذه الشحنات السلبية وهذه الطاقة السلبية، يطردها منك. هذا الدعاء يقول: اللهم إني توكلت عليك. ما معنى توكلت عليك؟ يعني أنا هذه المشاكل وضعتها بين يديك وأنت تفعل ما تشاء، وأسلمت نفسي إليك، حتى هذه النفس سلمتها إليك يا رب، وفوضت أمري إليك. هذا الأمر، هذا الخوف، هذا الظلم، هذا الجوع الذي أعاني منه، أنا سلمتك إياه يا رب، وألجأت ظهري إليك، أنا احتميت بك، لجأت، يعني تقويت بك. أنا ليس لي سند يدعمني، ليس لي من يغيثني، فأنا لجأت إليك يا الله، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. أيها الإنسان، مهما رحت وذهبت وجئت، أنت بين يدي الله، أنت ضمن ملكوت الله، أين ستذهب؟ آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فهذا الدعاء أيها الأحبة يعطيك اطمئنان شديد، وينبغي أن تدرك هذه المعلومات، لأنك قد تتعرض في المستقبل لظلم، لنقص، لمشاكل، لضغط نفسي هائل. عندما تكون هذه المعلومات مخزنة في دماغك بشكل مسبق وهي عقيدة لديك، ستكون أكثر تحملا على لهذه الظروف والمشاكل والمصاعب. نحن مثلا رائد الطيار أو رائد الفضاء نخضعه في التجارب، يخضع لتجارب كثيرة ولحقول جاذبية منخفضة، يخضع لمثلا اختبارات فقدان جاذبية واختبارات القوى النابذة واختبارات عنيفة جدا. لماذا يخضع لها؟ لكي إذا تعرض لها في المستقبل يتحمل. الإنسان نعطيه جرعة لتقوية مناعته، لماذا؟ ليتحمل هذا النظام المناعي في المستقبل مواجهة الأمراض والفيروسات وغير ذلك. فأنت تحتاج لجرعات من القرآن الكريم تكون حماية لك من هذه المخاوف التي قد تصيبك، أو هذه المصاعب التي قد تمر بها، فتحصن نفسك وتعلم أن هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى، فتعود إلى الله وتحمد الله، لأنه، يعني أختم، أشد الناس بلاء الأنبياء. لن يكون بلاؤك أشد من بلاء سيدنا نوح أو سيدنا هود أو سيدنا صالح.
أو سيدنا يونس وهو في بطن الحوت، أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعرض لأذى شديد ولكنه صبر وبلغ مرتبة عالية جدا عند الله، عسى أن نكون معه في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.